ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وما قل وكفى خير مما كثر فهلها، وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. ثم اما بعد، حول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، تحدثت في خطبه سابقه عن خلق الصدق، والان اتحدث بمشيئه الله سبحانه وتعالى عن الخلق المكمل له، الا وهو خلق الامانه. لأن هذين الخلقين الصدق والأمانة هما من الأخلاق الأساسية التي ينبغي على المسلم أن يتعامل بهما في أي زمان وفي أي مكان، سواء كان في بلده أو في البلد الذي هاجر إليه، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في أواخر سورة الأحزاب قوله: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المقصود بالأمانة هنا التي حملها الإنسان هي أمانة التكليف، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ما ونهانا عن نواه ما، فالمسلم ينبغي عليه أن يأتمر بما أمره الله سبحانه وتعالى به وأن ينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه. أمرنا الله سبحانه وتعالى مثلا بالصلاة فينبغي علينا أن نحافظ عليها. أمرنا الله عز وجل بالزكاة فينبغي علينا أن نؤديها. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصيام فينبغي علينا أن نصوم، وهكذا. نهانا الله سبحانه وتعالى عن شرب الخمر مثلا فينبغي علينا أن نبتعد عنه. نهانا الله عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أو أكل الربا إلى آخر هذه الأمور، أو أكل الخنزير، فينبغي على المسلم أن ينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر هذه المحرمات أو النواهي التي نهانا الله عز وجل عنه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، يعني ابتعد عن المحرمات تكن من أعبد الناس لله سبحانه وتعالى، بمعنى أنك لو اتقيت المحارم أو اتقيت المحرمات أو ابتعدت عن النواهي والمعاصي وأديت الفرائض فقط دون أن تقوم بأداء الكثير من النوافل، فأنت من أعبد الناس لله سبحانه وتعالى، طالما أنك ابتعدت عن المحرمات وعن المعاصي التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها. الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن يحافظ أو نحافظ على حقوق بعضنا البعض، يعني كل مسلم يحافظ على حقوق إخوانه المسلمين، لأن الذي لا يحافظ على حقوق إخوانه فيتصف بالخيانة، والخيانة يعني من الصفات الذميمة التي يقشعر بدن الإنسان وتشمئز أذنه من سماع حتى الكلمة، إنما يقال بأن هذا الإنسان كذاب كذاب أو خائن خائن، فالإنسان يقشعر من سماع أمثال هذه الكلمة. لكن حينما يتصف الإنسان مثلا بالصدق فإنه يرتاح لهذه الكلمة ويرتاح أن يكون متصفا بها، إنسان يكون أمينا وهكذا. الأمانة حينما لا يتصف بها الإنسان لن يكون مكتمل الإيمان، ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد. ليس عندك أمانة ليس عندك إيمان، أو أن إيمانك فيه نقص. وقلت بأن الإنسان ينبغي عليه أن يفرق بين الإسلام وبين الإيمان. الإسلام تدخل فيه بمجرد أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تصدق في هذه الكلمة بتدخل في الإسلام. وذلك في كثير من المسلمين مثلا لا يصلون، هل نحكم عليهم بأنهم غير مؤمنين أو هل نحكم عليهم بأنهم غير مسلمين؟ عفوا، لا، هم مسلمون، لكن من ناحية الإيمان في نقص في إيمانهم، لأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد على حسب الطاعة وينقص على حسب المعصية. الله عز وجل قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن فئة من المسلمين، وهذا واضح في أواخر سورة الحجرات. يقول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا،
فما كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن نبههم فقال قل لن تؤمنوا. هناك فرق، لابد أن تعلموا أنت أيضا أن هناك فرق بين الإسلام وبين درجة الإيمان. أن تصل إلى درجة الإيمان يعني حينما تصل إلى هذه الدرجة تكون مؤمنا، وهناك درجة أعلى هي درجة الإحسان، في إسلام في إيمان في إحسان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لكن الإيمان لم يدخل في قلوبكم بعد. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لسه الإيمان لم يدخل أو لم يكتمل إيمانكم. إن النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى كثير من الأمور ينبغي على المسلم أن يقوم بها حتى يكون مؤمنا حقيقيا. وذلك حتى في سورة المؤمنون سبحان الله حتى اسمها المؤمنون، والتي بدأها الله سبحانه وتعالى بذكر صفات المؤمنين قد أفلح يعني تحقق فلاح ونجاح هؤلاء المؤمنين، ثم بين الله سبحانه وتعالى صفات هؤلاء. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون والذين هم لزكاة فاعلون، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في الآية الثامنة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم يعني أنهم يراعون الأمانة ويراعون العهد، ده من أهم صفات المؤمن ومن أهم صفات المجتمع المؤمن. ونفس الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج حينما تحدث الله سبحانه وتعالى عن المصلين الذين ينبغي أن تكون هناك سلوكيات وأخلاقيات تظهر عليهم من خلال محافظتهم على صلاتهم. إلى المصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى في الآية 32 من سورة المعارج والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يعني كرر الله سبحانه وتعالى الآية بنفس الألفاظ حتى يؤكد الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في عقلية المؤمن، وبرمجه الله سبحانه وتعالى على هذه الصفة اللي هي صفة الإيه؟ صفة الأمانة والبعد عن الخير. لا إيمان لمن لا أمانة له. حتى كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح وصريح في هذا المعنى، لا إيمان، عشان ما تسمعش الحديث وينصرف ذهنك أو تكون تفكر في شيء آخر. لو أنك خرجت من هذه الخطبة فقط بأن تحفظ هذا الحديث وتركز عليه فقد استفدت. لا إيمان لمن لا أمانة له. وفي نفس الوقت في تكملة الحديث ولا دين لمن لا عهد له. إنسان ليس عنده عهد، ليس عنده كلمة، إنسان يراوغ يدخل ويخرج في الكلام هكذا، لا دائما في عهود فيها نقض، لا يعني غير 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 يعني واضح وغير موثق لأحاديثه ولكلام مع الناس وهكذا يتكلم وينتهي الأمر، فهذا لا دين له. هناك فرق بين إنسان يصلي ويصوم وتكون أخلاقيات المسلم منتفي عنه، وإنسان آخر يعني ربما تكون عنده أخلاقيات لكنه لا يصلي ولا يصوم، هذا فيه نقص وهذا فيه نقص. لأن الإنسان المسلم يعني المفترض أنه حينما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى من عبادات، وحينما يتعامل مع الناس يتعامل معهم بالأخلاقيات والسلوكيات سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. وده واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وفي نهاية الحديث وخالق الناس بخلق حسن. سبحان الله، بعض الناس نجد أنهم يتعاملون مع الناس بأخلاقيات وسلوكيات طيبة ولكنهم لا يحافظون على الصلاة أو ربما لا يؤدون الزكاة أو ربما لو كذا أو كذا، فهذا أيضا هناك نقص في إسلامهم ونقص في إيمانهم. لأن الإسلام أو المؤمن أو المسلم ينبغي أن يكون متكاملا سواء في عباداته مع الله وسواء في أخلاقياته وسلوكياته مع الناس. وذلك قال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني حينما تتعامل مع الناس تتعامل معهم بالأمانة سواء كانوا كما قلت مسلمين أو غير مسلمين، لكن لو خانك إنسان لا تخنهم، لأنك أنت الأمانة عندك صفة ثابتة لا تتهزم. فأنت لا تتعامل مع الناس على طباعهم وعلى صفاتهم، لأنك أنت لو تعاملت مع هذا على أنه كذاب فكذبت عليه، وتعاملت مع هذا على أنه خائن فخنته، وتعاملت مع هذا على أنه يعني سيء الأخلاق فتعاملت معه بسوء أخلاق، تجتمع فيك إيه؟ مساوئ الأخلاق، يجتمع فيك كذب هذا وخيانة هذا وسوء خلق مع هذا، يبقى تكون أنت إيه؟ كأنك أصبحت مستودعا للأخلاق السيئة، لكن أنت عندك ثبات في أخلاقك، الأخلاق ليس فيها مهونة، فبتتعامل مع الناس من هذا السبب ومن هذا المنطلق. إنسان خانك لا تخونه، لكن لا تتعامل معه من بعد، خلاص انتهى الأمر، انت
تجربت عليه كذا أو كذا، فخلاص لكن لا تخن، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان حينما لا يتصف بهذه الصفات خلاص بي 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 بينزل من درجة الإيمان إلى درجة النفاق والعياذ بالله، أو إلى درك النفاق. آية المنافق ثلاثة تحدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن خان كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأمانة حينما يتصف بها الإنسان ويحافظ عليها بتكون من أهم الأرزاق المعنوية التي يرزق الله سبحانه وتعالى بها الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وأداء الأمان، وحسن الخلق، وعفة مطعم. يعني إذا ولدت فيك هذه الصفات فقد اجتمع لك خير كثير. الرزق مش رزق مال وفقط أو صحة وفقط، لكن هناك أشياء أخرى الله سبحانه وتعالى يرزق بها بعض الناس، منها الأمان. الأمانة حينما ترزق بها وتعرف عنه تكون سبب رئيس من أسباب مفاتيح الرزق. وهذا ما قاله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: الأمانة مفتاح من مفاتيح الرزق. يعني الإنسان حينما يعرفون عنك الأمانة يتعاملون معك، سواء كنت تعمل لهم في مجال ما، إنسان بيعمل مثلا مع الناس في أي أمر من الأمور، فحينما اشتهر عنه هذا الأمر فيتعاملون معه، وفي نفس الوقت بتكون سبب من أسباب توسعة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه: الرجل، يعني الرجل الحقيقي الذي نصفه بالرجولة والمروءة، هو الذي يؤدي الأمانة ويكف عن أعراض الناس. لو اتصفت بهاتين الصفتين فأنت رجل حقيقي كما أخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما إذا لم تتصف بهما فأخشى أن تكون من الذين يدخلون في قول الله سبحانه وتعالى: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب كل خوان كفور، وهكذا صفات الله سبحانه وتعالى لا يحبها ويذمها في المجتمع، سواء كنت في مجتمع المسلم أو مجتمع غير المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.